ساحة الواحد من مايو في العاصمة الجزائرية لا يوحي المشهد هنا بأن دعوات التظاهر التي أطلقت على شبكة التواصل الاجتماعي وجدت صدى لدى الجزائريين. من يصدر هذه الدعوات؟ هاد الناس اللي يصدروا دعوات يبدو باللي يمثلوا فسهم رك، ماهمش مستعدين باش يخرجوا امام الناس، لانهم مقتنعين بانهم يمثلوا انفسهم برك، يمثلوا اقليه. لا ما شاركتش في هذه الدعوه التظاهر وما كان حتى حاجه، الحمد لله الجزائر راها هانيه الحمد لله، رقم الساحه تاع البريد المركزي ما كان حتى حاجه، الامور عاديه تمشى عادي الحمد لله رب العالمين. اراء من بين اخرى تشير الى ان الجزائر ما زالت على مسافه من احداث ربيع عربي اتسعت شرارته في المنطقة وهد كيان عروش تشبثت بالسلطة لعقود طويلة، لكن كيف استطاع النظام الجزائري حتى الآن تحيد نفسه عن مد ثورات شعبية أطاحت بأنظمة مجاورة؟ الجزائر ليست تونس وليست مصر وليست ليبيا وليست سوريا باش نمشي عن طريق الأزمات. الجزائر فيها حزب سياسية تنقض الحكومة الجزائرية وعدة دعوات كانت موجودة من أحزاب معارضة وتلبالها جزء من الشعب، وهذا منطقة دي السياسة. الجزائر التي شهدت سلسلة مظاهرات واسعة بعد أحداث تونس سرعان ما استعادت هدوءها المعتاد، المراقبون يربطون التوقف المفاجئ لحركة الشارع بدخول جبهة الإنقاذ المحظورة على خط الاحتجاج، ما أيقظ مشاعر الخوف مجددا من عودة متاعب سنوات العنف المسلح، الكابوس الأكبر في أذهان الجزائريين. عوامل أخرى ساهمت في إخماد حركة الاحتجاج من بينها الإصلاحات السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها رفع قانون الطوارئ والتعديلات الدستورية وتحرير مجال الفضاء السمعي البصري، إضافة إلى توفير السكن المجاني ومواجهة أزمة البطالة عبر تمويل مشاريع اقتصادية مدرة للدخل. التغيير في الجزائر شعار يلتف حوله الجميع أو الأغلبية الساحقة على الأقل، لكن آليات الوصول إلى هذا الهدف هي مثار الخلاف الذي تنقسم حوله مختلف التيارات السياسية والشعبية، وإن كان ذلك برأي المراقبين لا يضع هذا البلد بمنأى عن سكة قطار التغيير الذي يجتاح المنطقة وإن طال الزمن. وللوقوف عند ربيع الإصلاحات في الجزائر ينضم إلينا في استوديو اليوم عبد اللطيف بخوش الكاتب الصحفي الجزائري، أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحر. أهلا وشكرا سيدة. طيب بداية، يعني كانت هناك دعوة على صفحات الفيسبوك لثورة في 17 سبتمبر، لماذا أخفقت هذه الدعوة في تحريك الشارع في الجزائر؟ أعتقد أن الدعوة في حد ذاتها كان فيها الكثير من الغموض، يعني التجنيد الإعلامي لهذه الدعوة كان مخالفا جدا لربما الواقع المعيش في الجزائر وأيضا مدى استجابة الشارع الجزائري لهذه الدعوة. فالأطراف ربما الخفية التي كانت وراء هذه الدعوة هي أولا سبب الإخفاق، ربما ثاني سبب لأن ليس هناك تشكيلة سياسية حقيقية يعني من كبار أو كبريات التشكيلات السياسية التي لها الباع الواسع في السياسة الجزائرية كانت وراء هذا الدعوة. لو كان الأمر بخلاف، لو كان هناك تشكيلة سياسية وحزب سياسي في الجزائر هو الذي دعا إلى هذه التظاهرات، لكن في الثورات العربية الأخرى لم يكن هناك حزب سياسي معين هو الذي قاد هذه الثورات. ربما في الحديث عن الربيع العربي في الجزائر أعتقد أنها مرت بهذه التجربة، فأكتوبر 88 شاهد على ذلك، وبداية التسعينات والإصلاحات السياسية وربما رياح الديمقراطية التي هبت على الجزائر خير دليل على ذلك. أعتقد أن الجزائر عاشت ما تعيشه البلدان العربية حديثا منذ 88، فربما الدخول أيضا في مرحلة الإرهاب في الجزائر والخوف والرعب والمرحلة العشرية السوداء هو سبب من أسباب إخفاق هذه الدعوة. فالشعب الجزائري عامة لا يريد العودة إلى مرحلة اللا أمن، فالمرحلة الحالية هي حالة الأمن. ربما هناك أطروحات أخرى يمكن من خلالها علاج الأمور السياسية في الجزائر بخلاف ما يحدث في البلدان أو الدول المجاورة للجزائر كتونس وليبيا ومصر وغير ذلك من الدول العربية المجاورة. ولكن أستاذ عبد اللطيف، يعني انتقدت بعض الأحزاب السياسية من المعارضة بالتحديد، انتقدت ما وصفته ببطء تطبيق الإصلاحات في الجزائر والتي كان قد وعد بها عبد العزيز بوتفليقة، فما جوهر هذه الانتقادات؟ أعتقد أن الانتقادات
الإصلاحات في محلها، فما يحدث في من إصلاحات فأعتقد أنا باعتقادي الشخصي أنها فقط مجرد ربما غبار يذر في العيون، فقط مجرد إهامات للشعب الجزائري، مجرد ربما حقا مسكنة للشعب الجزائري. الإصلاحات الحقيقية تبدأ بإصلاحات من المؤسسات سواء كانت برلمانية أو تشريعية أو حتى رئاسية أو حتى بلدية، لأن الشعب الجزائري ينتظر أكبر مما هو مطروح. لأن الإصلاحات حقيقة لو نظرنا إلى كيف تتم مشاورات في هذه الإصلاحات، تتم على مستوى فقط مجالس لم تنتخب أصلاً، لم ينتخب عليها المواطن الجزائري، فلا يمكن أن تنجح هذه الأطروحة الرئاسية، لأن ليس هناك أصلاً نية سياسية ومبادرة سياسية فيها مصداقية تقنع المواطن والحزب الجزائري أو السياسي الجزائري. طيب أريد منك رأياً يعني بالتفصيل في هذا الموضوع. هناك بعض المعلقين الذين يقولون أن من أهم أسباب الأزمة السياسية في الجزائر هو تشتت المعارضة بشكل واضح. طبعا التركيبة السياسية الجزائرية معقدة جدا، فلنفهم ما يحدث في الجزائر يجب أن نعود قليلا وراء، كيف تشكلت هذه الأحزاب وأول هذه الأحزاب، ثم ربما التركيبة السياسية من يساريين ويمينيين تابعين للسلطة. فأعتقد أن هناك تشتت حقيقي، لكن هذا التشتت وراءه ربما النظام الحاكم في الجزائر هو الذي سعى إلى تفتيت التركيبة السياسية خاصة من جهة المعارضة. ثاني شيء ربما التجربة السياسية، هل كان النظام السياسي يعني يضرب المعارضة، هذا ما تقوله؟ في كل البلدان العربية معروف أن الأنظمة الحاكمة تحاول أن تجهد أو تجهد كل معارضة قد تعارضها وتنافسها في السياسة الحكم في البلد، فهذا هو ما حدث في الجزائر حقيقة يعني. طيب يعني عام واحد تقريبا وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هل تتوقع أنه سيغتنم الفرصة وربما يعني ينهي ولايته بإصلاحات فعلية وحقيقية غير التي وصفتها بالمساكنات؟ أعتقد أن الرئيس في حد ذاته قد قدم للجزائر الكثير والكثير من الأشياء، لكن هناك أجهزة أخرى ربما قد تعمل على غير طبيعتها، لأن ربما الفساد الذي ينخر في الدولة الجزائرية وفي الحكومة الجزائرية لا يخفى على أي يعني أي ملاحظ، سواء كان دولي أو سياسي أو اقتصادي أو أي مؤسسة سواء كانت سياسية واقتصادية. فالإصلاحات في حد ذاتها يجب أن تكون فيها نية ومصداقية، ويجب أن تكون فيها أيضا نوع من الدافع الحقيقي حتى يتم هذا الإصلاح. تمام. طيب شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في استوديو اليوم الأستاذ عبد اللطيف بخوش الكاتب الصحفي الجزائري، شكرا لمشاركتك معنا. العفو.